الطفل الذي لا يعرف الخوف، حكاية من التراث التركي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان يعيش في منطقة بعيدة من الأرياف ولد مرح يدعى باسل. كان باسل يساعد والديه دائما دون كلل أو ملل، وقد اعتاد اللعب واللهو في الحقول والبراري في أوقات فراغه. وكان باسل ينفرد عن زملائه بميزة خاصة. ثعبان، جميل. هذه الميزة هي عدم معرفته للخوف. لم يكن باسل يدرك سبب مشاعر الخوف لدى زملائه من الصبية، فقرر الذهاب إلى رجل حكيم عجوز يعيش بجوار منزله ليسأله عن الخوف ومشاعره. تريد أن تعرف معنى الخوف، ها؟ الخوف هو، تعال بقربي سأعلمك سرا يا ولدي. نعم، ولكن عليك ألا تتحدث بالسر يا بني. أكثر ما يخيفني في هذه الدنيا هي زوجتي دون شك. زوجتك؟ ما الأمر يا باسل؟ أحقا أنت مخيفة يا سيدتي؟ ماذا تقول؟ أرجوك أريني كيف تصبحين مخيفة، أرجوك. ماذا؟ فهمت. باسل اسمعني جيدا، الخوف شيء ثمين جدا، لذا لا أستطيع أن أعطيه لأحد. والآن تعال أنت إلى هنا، هيا هيا. عليك ألا تريني وجهك ثانية. هيا هيا معي، هيا ابتعد. الخوف هو الخوف يا بني. ولكن ماذا يعني ذلك؟ ذلك هو الخوف. هل خفتي؟ أتمنى أن أعرف ما هو الخوف وكيف يكون الإحساس به، إنه أمر غريب أن لا أحس بالخوف، غريب فعلا. في أحد الأيام رأى باسل نفرا من الجيران يجتمعون حول أحد المسافرين. كدت أموت من الفزع، وحش مخيف، ظننت أني هالك لا محالة. ألقيت بما في يدي من أمتعة ونقود وكل شيء وفررت هاربا. ماذا؟ إذن البيت مسكون بالأشباح، أليس كذلك؟ أرجوك، هل أخبرتني بمكان هذا البيت المسكون بالأشباح؟ لما تريد ذلك؟ لأنني أريد الذهاب إلي. ماذا تقول أيها الصغير؟ لا شك أنك تهذي. مع ذلك تمكن باسل من معرفة الطريق إلى بيت الأشباح، وعاد إلى منزله والفرح يملأ قلبه، وعقد العزم على الذهاب إلى هناك على الرغم من معارضة والديه. مع السلامة، مع السلامة. اعتني بنفسك جيدا يا بني. أخذ باسل معه بعض التفاح، وهو كل ما يستطيع أن يأخذه معه نظرا لما تعانيه العائلة من الفقر. ومع ذلك بدأ رحلته مبتهجا وسعيدا، فسار مدة أيام ثلاثة حتى وصل إلى البيت المطلوب. ماذا يوجد داخل هذا البيت؟ وهل سيخاف باسل؟ سنرى. لقد وصلت.
كسرتها، ولقد كسرتها فعلا. جميل. هنالك الباب. حسنا، سأعد طعامي الآن. التفاح. كنت في انتظارك أيها الصبي، لقد جمعت كل المعلومات عنك. أنا أعرف أنك مفلس ولا تملك شيئا، وسوف أخيفك بالقدر الذي ترغب فيه. والآن استعد، ستبقى هنا عدة ليال لكي تجهز لنا الطعام. لكن باسل لم يحرك ساكنا، ولم يشعر بالخوف أبدا، وسرعان ما شعر بالجوع فأعد لنفسه الطعام. ما رأيك بقليل من الطعام؟ حسنا، تفضل، خذ. الحساء ليس ساخنا. إنه لا يخاف. كم كان مساعدي الأول سخيفا، سنتمكن منك أيها الصغير. أنت هيا جفف الدم في عروقه. هيا. حاضر. تفضل. كلا لا أريد. لذيذ. أش. لذيذ. حقا لذيذ فعلا. لا تفعل ذلك، لا تشرب. أتفهم؟ أتفهم ما أقول؟ هيا حبر أيها الصغير. أتريد أن تلعب معي. هيا حسنا. هيا اتبعني. صبي، سأريه معنى الخوف الحقيقي. والآن ما رأيك أيها الصغير؟ ما بك؟ لست خائفا؟ كيف ذلك؟ كلا لا. لا أخاف أبدا أبدا. والآن هذه الأشياء لا تخيفني أبدا. أتخاف؟ كيف ذلك؟ الجبار. وانبلج الصباح، واستسلم المشعوذ بعد أن نفدت جميع خدعه. أرجوك دعني أشعر بالخوف. لن أفعل. لماذا؟ لماذا؟ ذلك مستحيل. ولكنك وعدتني، وعدتني. سأعطيك كل ما أملك من مال وكنوز. خذ. حسنا لقد ربحت، أرجو أن تقبل هذا، ولكني لن أخيفك. كلا لا أريد، لا أريد المال. انتظر انتظر. أحضر باسل معه كنزا كبيرا، وقرر أن يعطي بعضا منه إلى أهالي بلدته.
خير. هل ستخرج غدا لتبحث عن الخوف يا باسل؟ كلا، لم أعد بحاجة لذلك. تصبحين على خير. هكذا إذن، ليلة سعيدة يا بني.